أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة بيوافق اليوم العالمي للأسرة يوم 15 مايو من كل سنة. ده اليوم العالمي للأسرة بيسلط الضوء على الدور الكبير اللي بتقوم بيه الأسرة في حياة كل إنسان، والترابط كمان المبني على الحب والمودة. محدش يقدر ينكر الدور الكبير اللي بتقوم بيه الأسرة في العالم كله، دور مهم في حياتنا، دور هدفه تكوين ترابط مبني على الحب والسلام والحنان. علشان كده الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة خصصت يوم للاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو 15 مايو من كل عام، لتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع ودورها في بنائه. يوم تم تخصيصه للتشارك والسلام بين أفراد العيلة، بيجتمعوا فيه مع بعضهم على مائدة واحدة، وبيتكون رمز اليوم العالمي للأسرة من دائرة خضراء صلبة مع صورة حمراء بينهم. كمان بيحتوي الرمز على عناصر رسم تخطيطي للمنزل والقلب، وبيدل على إن الأسرة هي جزء أساسي من أي مجتمع. في اليوم العالمي للأسرة، مصر كان عندها بصمة متميزة ومختلفة في إعادة بناء الأسرة المصرية، وده من خلال مشروع مودة اللي بيعتبر واحد من المشروعات القومية والاجتماعية العملاقة اللي بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي. هدف المشروع هو توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع، وتوفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمقبلين على الزواج، بالإضافة كمان للتعليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري. كمان وزارة التضامن الاجتماعي سبق وعملت تدريبات لمشروع مودة في مراكز الشباب على مستوى عدد كبير من المحافظات. مشروع مودة هدفه كمان تعريف الشباب بمفهوم الزواج وأسباب نجاحه، وأولها الاختيار، وده من خلال معايير معينة، بالإضافة للاستعداد النفسي علشان الطرفين يقدروا يتحملوا المسؤولية لتكوين حياة أسرية صحية ومستقرة. واحنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للاسره المصريه، كان لازم الحقيقه ان احنا نشير بواحد من المشروعات الاجتماعيه الهامه جدا اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت، وهو مشروع موده. المشروع ده اتعمل وغرضه الحفاظ على كيان الاسره المصريه، اللي بيعتبر كمان هذا المشروع من المشروعات الهامه في دعم استقرار الاسر المصريه. خلونا نتكلم اكتر بالتفصيل مع الدكتوره رنده فارس، مدير مشروع موده، اللي منوره النهارده. بصباح الخير. صباح الخير عليكي يا دكتوره. صباح الخير على حضراتكم، وكل سنه وكل اسره مصريه بخير. صباح الخير يا فندم. حضرتك بخير. بنتكلم عن مشروع موده ودورات تدريبيه للمقبلين على الزواج، ومساله التاهيل للشاب والفتاه قبل الزواج مساله غايه في الاهميه الحقيقه، لانه احنا دايما بنقول انه الاسره المصريه هي نواه المجتمع. فازاي انهم يبنوا اسره، ده شيء مهم جدا. اتعمل من خلال مشروع موده الفتره اللي فاتت جزء كبير من يمكن التدريب على ده، ويمكن احنا ما عندناش قوي في ثقافتنا مساله انه تتربى وتتعلم على انك ازاي تعمل بيت لما تكبر وتخرج بره البيت اللي انت فيه. فحضرتك شايفه نسب الاقبال عامله ازاي من الشباب على مشروع مواد؟ طبعا بشكر حضرتك جدا على المقدمه الوافيه، وبحييكي جدا على كلمه نواه المجتمع، وبنحط تحتيها 100 خط، ويمكن ده سبب وجود مواد النهارده وتنفيذ وزاره التضامن الاجتماعي لهذا البرنامج الهام. لان الحقيقه إذا صالح حال الأسرة ده بينعكس على المجتمع، والعكس صحيح، هي نواة المجتمع. ليه بدأنا نشتغل؟ لأن للأسف ابتدينا نحس إن في خطورة كبيرة جدا على الأسرة المصرية. إحنا بدأنا ننفذ هذا المشروع بتكليف من القيادة السياسية، وكان نتيجة الحقيقة لبعض المؤشرات اللي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللي كانت خطيرة جدا، واللي أظهرت إن سنة التكليف كانت آخر 2018 مصر شهدت 198 ألف حالة طلاق، رقم ضخم جدا، مقلق جدا. لو رجعنا لسنوات يمكن سنة 2000 ما كناش وصلنا ل 65 ألف. ففي نطة كبيرة قوي في الأرقام، مقلقة، استدت إن احنا نبتدي ندرس يعني هذه الظاهرة ونشوف إيه أهم أسبابها. يمكن من المؤشرات التانية اللي كانت مقلقة قوي هي ظاهرة الطلاق المبكر، زيجات ما تخطتش عامها الأول وللأسف بيحصل انفصال. ده كان مؤشر إن إما إن احنا بنختار غلط، مفيش أسس سليمة لاختيار شريك الحياة، أو إن احنا مش فاهمين إيه هو زواج. والحقيقة دي كانت مفاجأة كبيرة جدا لينا لما نزلنا على الأرض وابتدينا ننفذ مع الشباب، لقينا إن في فجوات معلوماتية كبيرة جدا عندهم. فعلا الشاب والفتاة ليسوا على دراية كافية بأسس الاختيار، ليسوا على دراية كافية بيعني إيه جواز ويعني إيه حقوق ومسؤوليات وواجبات لكل من الطرفين، فالموازين مقلوبة. الحاجة الثالثة المهمة جدا إن هم مش على دراية بجاهزية الزواج،
كثير يتصور ان الجاهزيه هي جاهزيه ماديه او الوصول لسن معين، لا، في حاجه اسمها جاهزيه نفسيه ودي اهم من الاثنين التانيين. كل ده تكون مؤهل نفسيا وفكريا للزواج طبعا يعني. وده الحقيقه، ده يمكن التلات اجزاء دول تحديدا، احنا بنتناول موضوعات كثيره وهنتكلم فيها، ولكن التلات اجزاء دول تحديدا كانوا مؤشر ان احنا لازم نشتغل عليهم بشكل كبير جدا عشان نتفادى جزئيه الطلاق المبكر. عظيم. الطلاق المبكر ده مهم نعرف سببه ليه؟ لان احنا بنشوف دايما الناس بتتكلم تقول اللي بتعدي او الاسره اللي بتعدي من اول سنه في الجواز بيقدروا يكملوا بعد كده، لانه دايما في البدايه دكتوره حضرتك عارفه بيكون في تخوفات ما بين الزوج والزوجه، مين اللي هيمشي كلامه؟ عارفه حضرتك الكلام والعرف القديم بتبح لها القطه وهي مش عارف، لا انا اللي همشي كلامي، فالكلام ده دايما يحصل نوع من الخلافات ممكن بتتطور، فاعتقد ده من ضمن الاسباب انه التنازلات ازاي طبعًا. نقدر نحط طبعًا. القواعد اللي هنمشي عليها من اول سنه، ولا احنا بنسيب الدنيا تمشي كده وخلاص؟ طبعا، ويمكن سنه اولى جواز ليها جزء كده خاص في تدريب موده، ليه جلسة يعني فيها موضوعات كثيرة، لأن زي ما حضرتك تفضلت سنة أولى جواز بتبقى في مهما كان في تكافؤ فكري وثقافي واجتماعي، ولكن في الآخر في اتنين جايين من بيتين مختلفين، فعشان يقعدوا مع بعض ويتأقلموا مع بعض ده موضوع بيحتاج يعني الكثير من ما يسمى بأخلاقيات الزواج، من مشاركة، من تفاعل، من تغافل، من إمتى إن احنا نتكلم مع بعض، إزاي نتواصل ونتكلم مع بعض، إزاي لما يبقى عندي مشكلة أنقلها، وإمتى أتكلم، يعني في تفاصيل كتير جدا للأسف الناس بتاخدها بشكل بسيط وبتهاون، ولكن بيبقى لها بالغ الأهمية. طب انتوا في أي دورات بتقدم للمتجوزين بالفعل مش بس المقبلين على الزواج؟ لو احنا كنا بنتكلم على الناس لسه متجوزة أول سنة فدول كمان محتاجين دورات تدريبية. خلينا نقول إن بداية المشروع في مارس 2019 كان بيستهدف تحديدا فئة عمرية من 18 ل 25 سنة، وده كان بالأساس بينفذ داخل الجامعات والمعاهد العليا، وكل اللي أنا بتكلم عليه ده ما زال بينفذ حتى اليوم، ولكن جينا في وسط 2020 يمكن يونيو 2020 تحديدا ومع وجود جائحة كورونا وحملة خليك في البيت بدأنا نعمل جلسات تفاعلية على الإنترنت، والطلب منا لأنه صادف أن في كذا متدرب كان مرتبط، خاطب، مخطوب، متزوج، ابتدى يقول طب يا ريت تبدأوا تعملوا دورات تدريبية. وهي فترة أجي أنا وخطيبتي عملت شوية مشاكل كده كنا محتاجين ليها دورات دي وكان لينا تدخلات فيها، فبدأ يبقى في طلب منهم فعلا أن ليه ما تبتدوش تفكروا تعملوا جلسات متخصصة للمخطوبين مع بعض، نيجي ونسمع مع بعض كل التفاصيل دي، نشوف إيه الحاجات اللي احنا مختلفين عليها. والحقيقة في سبتمبر 2020 احنا لبينا هذه الرغبة، وكانت نقلة نوعية لهذا المشروع، لأن لقينا أن لا، احتياجات المخطوبين كبيرة جدا. أنا عايز أقول لحضراتكم احنا عندنا ثلاث جلسات تطبيق أساسية تطبيق عملي للمشروع طبعا، وبعدين بحكم أن هم مخطوبين لا احنا بنلاقي اسئله تانية خالص يعني، غير لما برضو بتبقي تتكلمي مع شباب لسه مقبل على الزواج ما ارتبطش، بس اتنين مع بعض قاعدين احنا بنناقش حياتهم قدام المفروض تبقى عامله ازاي، احنا بنلاقي تفاعل كبير جدا. يعني يمكن اول تدريب تم وانا مش قادره انسى ده، كان في الوادي الجديد، وكان المفروض ان الجلسات تخلص الساعه 4، المدربين خرجوا من الجلسات الساعه 6 مساء من كتر الاسئله. المشروع الحقيقه فيه ثلاث محاور اساسيه ومستند لمحتوى علمي تم وضعه من قبل مجموعه من الخبراء وبالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان، وتم اعتماده من المجلس الاعلى للجامعات المصريه. الحقيقه يعني في محاور اجتماعيه ونفسيه في الحياه الزوجيه، ده بدايه بقى من الثلاث موضوعات اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها، اضافه لمهارات التواصل الايجابي، التربيه الايجابيه، ازاي ندير الموارد الاقتصاديه داخل الاسره، لان دي على فكره من ضمن المشاكل الكبيره بالتأكيد. اللي بتحصل ازاي هندير الميزانيه بتاعت البيت، الاولويات ازاي نوصل لنقطه في النص، ايه هي مسؤول عن كده كمان طبعا ايه هي عوامل الخطوره على الحياه الزوجيه، من ضمنها لا قدر الله لو وقعنا في ادمان الانترنت. الانترنت اصبحت مشكله، واسمحوا لي ان انا اقول رقم كده، 15% من حالات الطلاق سنه 2018 كانت بسبب سوء استخدام الانترنت، والتزايد في اعداد الطلاق يعني في كثير من الدراسات بتقول ان ليها علاقه بالانفتاح الشديد اللي حصل النهارده داخل البيوت، وبقى في عزله داخل البيت، يعني في يعني كل واحد عايش مع نفسه، هو ماسك الموبايل بتاعه او هي ماسكه الموبايل بتاعها وقاعد عليه 24 ساعه، فمش مديه اي اهتمام للبيت. دي حاجه يعني ده سوء استخدام، ان ما بقاش في زي ما بيقولوا وقت للجوده او كواليتي تايم داخل الاسره، ما عادش في تواصل، والحقيقه التواصل
هو اللي بيحقق الالفه، الالفه هي اللي بتجيب الموده. صحيح، حتى لو فقدنا التواصل كمان. وده انتقل للاطفال للاسف، في حاله من الفردانيه داخل البيوت. الحاجه الثانيه لسوء الاستخدام ان احنا للاسف سقف التطلعات ارتفع بشكل كبير. صحيح. جدا، ده اللي فارق لان احنا عن قبل كده. بنشوف حياه مش منطقيه، بنحاول نفهم ولادنا يا جماعه لا ده في ناس مزيفة. شغلها ان هي تعمل ده، مش هي ده الطبيعي. فاصبح في عدم رضا. وطبعا عدم يعني وجود رضا ده بيقضي على الموده والمحبه والتواصل. ده محور. المحور الثاني الجوانب الشرعيه في الحياه الاسريه. بنتناول مفهوم الخطبه والزواج بالنسبه للدين الاسلامي والدين المسيحي. كنا يعني بنتشرف ان الكنيسه المصريه كانت معانا في الاول برضو. والجزء الثالث هو الصحه الانجابيه، ويمكن الصحه الانجابيه مشروع مواد تحت مظله خطه تنميه الاسره اللي تم اطلاقها منذ شهرين، هتبقى مسؤوله عن رفع وعي 2 مليون شاب وفتاه خلال 3 سنوات القادمه. احنا بنتكلم عن مبادره 2 كفايه؟ طبعا، و2 كفايه يمكن في اجزاء في مواد احنا واخدينها، لان الفكره وزاره التضامن بتشتغل في جزئيه الصحه الانجابيه تنظيم الأسرة على زي فئتين في المجتمع. الفئة الأولى بالرعاية الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وده من خلال مشروع 2 كفاية، حملات طرق أبواب في قرى ونجوع مهمشة. الجزء الثاني من خلال مواد بقى، وده بيستهدف الطلبة والناس المتعلمة، وبنشتغل على مستوى محافظات الجمهورية. ومؤخرا زي ما بقول لحضراتكم ضمينا المخطوبين وضمينا المتزوجين خلال العام الأول. ده إجابة لسؤال حضرتك من شوية. طيب دكتور رندا، دايما بيكون عندنا مشكلة لما بيبقى في حاجة بين الزوجين أو لسه حتى المقبلين على الجواز ومخطوبين أو كده، من يقدم النصيحة؟ احيانا اللي بيقدم النصيحه بيعمل مشكله اكتر ما هي من المشكله اللي هي موجوده. ازاي بيتم اختيار المدربين في مشروع المواد؟ طيب احنا عندنا مجموعه من المجموعات او الروابط التدريبيه، عندنا كوادر اعضاء هيئه التدريس من الجامعات، تخصصات علم نفس وعلم اجتماع، تخصصات تربيه، عندنا دكاتره صحه انجابيه، ويمكن دول بدانا نضيف هذه الشبكه من المدربين لما بدانا تحديدا تدريبات المخطوبين، لان لقينا الاسئله يعني لا بتخش في 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 اجزاء متعمقه، فكان لابد ان اللي يكون موجود متخص. يبقى طبيب غير دكتور الجامعه اللي واقف في الجامعه بيدي للطلبه التفاصيل، ما بيخشوش معاه في كل الكلام اللي احنا لقيناه. هي الظريفه مواد ان احنا كل ما احنا ماشيين بتظهر احتياجات، فنبتدي نلبي هذه الاحتياجات. عشان مع الناس على ارض الواقع احتياجات بتظهر وبتبقى الحقيقه مهمه جدا ان احنا نشوفها. عندنا شبكه ثانيه من المدربين من الشباب، ودي بننفذ من خلالهم داخل مراكز الشباب بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه. ويمكن احنا الاسبوع الحالي عندنا مبادره جديده جدا وشراكه جديده وهامه مع الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي، بننفذ تدريبات الفتره الجايه بشكل مكثف، وكمان بيكون في دمج للاشخاص ذوي الإعاقات المختلفة. مش بنتكلم بس إن احنا بنناقش قضاياهم عشانهم وبنناقش قضاياهم عشان المجتمع يبقى متفهم طبيعة الاختلاف، ولكن أيضا احنا بنتكلم إن التدريب يبقى مناسب وإتاحة كاملة. بنتكلم في أدوات تدريب، ألوان بتستخدم عشان الإعاقات البصرية. يعني بيتم أخذ كل ده في الحسبان عشان يبقوا عارفين إن التدريبات ممكن يدخلوها ويلاقوا كل طلبهم موجود. طيب حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا، وهي التأهيل النفسي للزواج، ازاي بتعملوا عليه، وازاي كمان الأسرة نفسها تساعد ابنها أو بنتها أن يكون مؤهل نفسيا للزواج، لأنه برضو مش لازم نستنى لما مشكلة تحصل وبعدين يتدخل مواد، عايزين نلحق الموضوع من أوله. سؤال حضرتك مهم قوي، والأسرة ليها دور كبير، ويمكن حضرتك أشرتي لحاجة، ناخد النصيحة من مين؟ وللأسف الشديد في بعض النطاقات الجغرافية في مصر احنا اكتشفنا أن من أسباب الطلاق هم الأهل. تدخل الأهل الدائم في حياة أبنائهم بشكل غير واعي كان من أسباب الطلاق في بعض المناطق. وعشان كده احنا دايما بنتكلم ان لا، مفيش داعي ان أهلينا يتدخلوا. وانس ان احنا تزوجنا مش المفروض ان حد يتدخل، ولكن لازم نسمع منهم برضو نصيحة وقت ما بنيجي نختار شريك الحياة. ده بالتأكيد. وفي جزء تاني سلبي في هنا، ان في ضغط شديد جدا من الاهالي على البنت لما بتبلغ سن معين، ويبتدوا يقولوا انت لازم تبقي انت كبرتي. للاسف الخطوه والتسرع ده عاده بيؤدي الى سوء اختيار، وبتبقى النتيجه سيئه جدا.
فيعني هي عوامل كثيره. وخليني اقول لحضرتك احنا عندنا منصه رقميه لموده برضو اجابه على جزئيه الاهل، ان احنا بنقول للناس مش بس المخطوبين مش بس المقبلين، لا خلوا الاهل يدخلوا، لان في نصايح كثيره جدا للاهل ازاي نتعامل مع ابنائنا، ازاي سنه اولى جواز دي احنا لازم نمهد لهم بيئه مواتيه ان هم يتاقلموا مع بعض، ازاي ما نقعدش نطلب طلبات كثيره جدا من العريس ونثقله ويبقى داخل حياته عليه ديون وعليه اقساط، فبالتالي بتلاقي ان هو عنده ستريس قوي جدا. بس فيعني مجموعه كده من النصايح. ده عظيم جدا. احنا لو هنتكلم بالارقام مثلا يا دكتور، احنا وصلنا لكام واحد مقبل على الزواج حتى الان تم تاهيله وتدريبه؟ احنا من مارس 2019 لحد النهاردة قدرنا نوصل ل 360 ألف متدرب من الشباب فتيات وذكور. المنصة الرقمية استقبلت أكثر من 4,400,000 شاب وفتاة. الحقيقة المنصة دي بتوفر التدريب برضو أونلاين، اللي حابب أنه هو يدخل مش قادر أنه هو يجي وياخد التدريب بشكل مباشر يقدر ياخدها من خلال المنصة الرقمية، وبتتوفر له شهادة أونلاين معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي أنه هو أخدها. وخليني برضو نوه أن المنصة اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات المصرية كمتطلب تخرج اختياري داخل الجامعات. عظيم. دكتورة رندا فارس، مدير مشروع مواد للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك.